التوبة بالتدارك إن كان لها تدارك. يعني بعض المحرمات ما بها تدارك، بعض المحرمات ما بها تدارك، مثل واحد مثلا سلم علي أنا ما جاوب السلامة، ما بي تدارك كما يظهر من كلمات الفقهاء. الإنسان كذب كذبة ما إلها أثر في المجتمع، لا كذب، هذا ما بي تدارك. ولكن بعض الذنوب فيها تدارك، الإنسان يجب عليه الصلاة، ما صلى صلاة الصبح، هو عندما يقوم من النوم يقضي صلاته. وأتبع، هذا في الحديث، وأتبع السيئة الحسنة. واحد إذا سوى سيئة يسوى حسنة بعدها تمحها، الله واسع كريم يقبل التوبة من عباده. واحد قام المنبه نبهه، قام وسد المنبه، ما قام لصلاة الصبح كما يفعله كثير من الشباب، وهذا ذنب. عندما يقوم يستغفر الله تعالى ويقضي صلاته، وإذا يسوي حسنة أيضا. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الله يقبل التوبة. الله مو مثلنا متشددين، إذا واحد سوى بالنسبة إلنا فد خلاف ما نتوقع نظل إلى 20 سنة 30 سنة نتذكر هذا، حتى عندما يموت نتذكر اللي هذا هو اللي سوى فلان شيء. لا، الله واسع كريم. فالإنسان إذا سوى معصية فيما بينه وبين الله يتداركها. زكاة ما مطي، هاي من المسائل هواي مبتلى بها هنا. الناس اللي عندهم نخيل يملكونها وعندهم تمر، إذا هذا التمر بلغ النصاب الشرعي المذكور في الكتب الفقهية تجب عليهم الزكاة. الزكاة واجب، الزكاة في الحنطة، في الشعير، في التمر، في الزبيب، في الذهب، في الفضة، في الإبل، في البقر، في الغنم، في 9 أشياء. فالناس اللي عندهم تمر إذا بلغ النصاب واجتمعت الشروط الشرعية يجب عليهم الزكاة، وما كان ملتفت إلى هذه المسألة، الآن يسوي، الآن يتدارك.